للأسف، لأن يعني كما نوهنا قبل يومين، لأن هناك مطالبات وهناك إجحاف بحق المواطن الكردي، وهناك السياسات اللامسؤولة في إقليم كردستان بالنتيجة أدت إلى سلسلة من المظاهرات والاعتصامات، ولكن للأسف لحد الآن لم تعبر هذه الاعتصامات والمظاهرات غير حدود محافظة سليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، وهذا ما لا نريده. يعني بصراحة إذا هناك متظاهرين عفويين غير مبرمجين، ليس هناك أيادي يعني الخفية وراءهم، وليس هناك أجندات جهات معينة نحن نؤيد، ولكن بانتظام مع البرنامج معين مع تحديد مطالباتهم. ولكن للأسف أو اللي دي يصير اليوم يعني فوضى أكثر من المظاهرة، وهذا الفوضى أدت إلى حرق مباني الحكومية، بالنتيجة الشعب راح يتضرر، وحرق مباني الحزبية أيضا، الكوادر الحزبية موجودة في المباني الحزبية ليست لهم ذنب، وإنما الآن يعني رسالة المتظاهرين باتت واضحة، وهي إسقاط الحكومة إقليم كردستان وانتخاب أو تحديد أو يعني حكومة مؤقتة، حكومة انتقالية حتى الانتخابات. وهذا يعني هنا أنا أشوف الفوضى الموجود في هذه الحالة، لا نستطيع أن نوصل إلى النتيجة المطلوبة وإلى المساندة من جميع القوى السياسية، وإنما الفوضى راح تنتج الفوضى ولا تثمر أي شيء ملحوظ. للأسف هناك ضحايا من القتلى والجرحى كثيرين، خصوصا في قضاء الرانية، وهذا كل نتيجة لعدم الانتظام وعدم يعني تحديد استراتيجية معينة من قبل المتظاهرين. ولكن في كل الأحوال على الحكومة إقليم كردستان إيجاد آلية للتعامل مع المتظاهرين، فهنا يعني هناك حق لكل الشعوب الدنيا بالطرق السلمية بالمطالبة بحقوقه، والاعتصامات والمظاهرات أحد الطرق السلمية اللي دي يحق للمواطنين المطالبة عن طريقهم حقوقهم الأولية كمواطنين أي دولة في الدنيا. نعم أستاذة رنكين، التظاهرات يعني بقيت في مناطق نفوذ اتحاد الوطني الكردستاني، وتحدثت عن وجود أيادي خفية، يعني كيف أو هل هناك أي تفسير حول هذا؟ نعم، نحن لدينا تجربة أخرى، يعني المظاهرات والاعتصامات في سليمانية ولم تنتج بأي نتيجة، أذكركم بها الأحداث 17 شباط. يعني صار اللي صار بسليمانية، وصار تضحيات كثيرة من المحافظة السليمانية بالقتلى والجرحى والسجن، لحد الآن أكو الناس متهمين وعليهم الدعاوى والشكاوى القضائية بسبب الأحداث 17 شباط، ولكن لم تنتج. لماذا؟ لأنه كان محصور بالمنطقة محافظة سليمانية. اللي نريده بصراحة، اللي نريده تحول المظاهرات إلى مركز القرار. إذا بصراحة المتظاهرين يريدون تغيير الحكومة، فلازم يتوجهون للمركز القرار ومركز السلطة. ليس هناك أي شيء وليس هناك أي حل من السليمانية. ولكن لا يبدو أن هناك توجه لتغيير المشهد السياسي هناك في الإقليم. لا، المشهد السياسي لا يتغير بصراحة بالمظاهرات من المحافظة أو الأقضية أو منطقة معينة، وإنما في مركز القرار واستجابة. يعني اللي دا يصير اليوم يعني أكثر من يعني مو مظاهرة بصراحة، مو يعني خرج من قالبها